فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما تفسير قوله سبحانه وتعالى لكم دينكم ولي دين؟ هل فيها دلالة على ما يسمى بحرية الأديان؟ لا، هذا لما قالوا للرسول، هذا له سبب. لما قالوا الرسول نعبد إلهك سنة وأن تعبد إلهنا سنة، فالله جل وعلا قال له لكم دينكم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى آخر السورة. لكم دينكم ولي دين، هذه براءة، ما هم معناه حرية الأديان، براءة، براءة معناها إعلان البراءة منهم ومن دينهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.